السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة، هنتكلم فيه بالتأكيد على الشارع المصري والأحداث اللي دايرة في الشارع المصري، وبالتأكيد الدوري المصري، وهنتكلم على المباراتين كده على السريع، اللي هي مباراة بيراميدز ونادي الزمالك ومباراة النادي الأهلي ونادي سموحه. هنتكلم على بعض الأمور الخاصة بالشارع المصري والانتقالات وبعض التوقفات وبعض الأحداث اللي دايرة في الأندية، خاصة النادي الأهلي. والفيديو ده موجه لجماهير النادي الاهلي وخاصه للاعب المتميز محمود عبد المنعم كهربا. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي بصراحه بيعمل عظمه، خلاص كولر حط ايده على مفاتيح اللعب، خلاص كولر حط ايده على اللعيبه اللي ممكن تقدم له الفتره الجايه في الدوري المصري، خاصه كمان كاس العالم للانديه وبطوله افريقيا، وحط ايده على بعض الرتوش الاخيره. كولر كل مباراه بصراحه بيثبت ان هو مدرب كبير جدا ومدرب عنده خبرات، وانا فهمت دماغه بالنسبه لتاخير التغييرات، عايز يشوف مين اللعيب اللي ممكن يستحمل الضغط لاخر دقيقه، مين اللعيب اللي ممكن يفيدني. بيعول على لعيبه متميزه جدا، في لعيب ساعات بيبقى في يومه او في حالته، وفي لعيب تاني ما بيبقاش في حالته. عايز كمان اتكلم بالنسبه لكهربا، يا جماعه كهربا خلاص قفل اللعبه. اما نيجي بنتكلم كلاعب كبير او لعيب في اوروبا، يقول لك الله ده جاب جول وعمل 2 اسيست، يعني الارقام دي ما بنسمعهاش في الدوري المصري، الارقام دي بنسمعها في اوروبا. مباراه برشلونه جافي جاب جون وصنع هدفين، طلع نجم المباراه، سعره النهارده 100 مليون يورو، العالم كله بيتكلم عليه. فانت حقك او حق كهربا علينا احنا كناس بنقدم محتوى رياضي ان احنا نتكلم بالنسبه لكهربا، ما تفرقش اهلاوي او زملكاوي، لازم كل واحد ياخد حقه. كهربا بصراحه لعيب كبير جدا، باين جدا ان هو لعيب متميز جدا، وعايز اهمس في ودن الكابتن محمود خطيب واقول له يا كابتن بيبو، يا كابتن بيبو يا اسطوره، انت راجل فني وبتفهم في الكوره، كهربا افضل صفقه ليك في يناير. كهربا لسه كابتن 28 سنه، يقدر يديك 6 7 سنين. كهربا لعيب كبير، لعب في لوزيرن ولعب في اتحاد جده ولعب في انتايزبورغ، لعيب كبير جدا، لعب في تركيا ولعب في بعض الفرق الاوروبيه المتميزه، وعمل معاهم تارجت وعمل معاهم مستوى متميز، اخذ بطوله افريقيا مع منتخب الشباب، لعب منتخب اولمبي، لعب منتخب كبير، لعيب كبير جدا، بيلعب دوري ممتاز وعمره 17 سنه، وكان بيلعب في انبي، لعيب متاسس، كان بيلعب كمان في النادي الاهلي، بيلعب في نادي انبي، لعب في نادي الزمالك، يعني لعب في افضل انديه في مصر ولعب في افضل انديه في الوطن العربي، كمان لعب في اتحاد جده السعودي، كان مكسر الدنيا، كان بيلعب قدام اي فرقه، كان بصراحه كهربا بيدغدغها كلها، يعني لعيب كبير جدا. النهارده بيلعب كمان في مكان مش في مكانه، يعني كهربا من النادر لما يلعب تارجت مان او راس حربة او فرود صريح، عمل كل حاجه في الكوره، يعني مستلم تحت ضغط، لعيب سريع قوي بدنيا، برجل لسه كمان اما يجهز. النهارده كان في توفيق، كان في سوء توفيق من هاني سليمان وتوفيق من كهربا. ليه؟ كهربا بيلعب بحب، كهربا بيلعب للنادي الاهلي بحب، عاشق لجماهير النادي الاهلي. وعايز كمان اوجه تحيه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، بيشجع من اول ثانيه لاخر ثانيه، كسبان خسران متعادل، اهم حاجه عنده ان الفرقه تلعب رجاله في الملعب. بصراحه يعني لعيبه النادي الاهلي ده انا بحسدهم على جماهيرهم، جماهير متميزه جدا. اداره النادي الاهلي كمان فيها عقلانيه، اتمنى بقى خلاص كهربا بيثبت يا كابتن بيبو ان هو لعيب كبير، يا كابتن سيد عبد الحفيظ كهربا بيثبت ان هو من افضل لعيبه في مصر، ده اللي انا بتكلم عليه بقى من شهرين. كهربا كهربا كهربا، النهارده لازم ادفع الغرامه، لازم اخلص اموري. كمان سمعت كمان النادي الاهلي رفع طعن بالنسبه للجنه التاديبيه ضد نادي افيز البرتغالي، ان النادي افيز يدفع نص الغرامه مع اداره النادي الاهلي. خلاص بص خدها من رسميا كده، النادي الاهلي هيخلص كهربا، لان كهربا فنيا افضل بكتير من لعيبه، افضل من يعقوب اللي كنت هتجيبه ده، وافضل من بورخا ساينز، وافضل من كل الناس، مع لو جه ماركوس امرال ده، لان ده دبابه. تخيل بقى كهربا على الشمال وعلى اليمين كريستو او حسين الشحات، وقدام امرال. اتفرج بقى على النادي الاهلي هيجيب في الموسم ده او تكمله الموسم 40 50 جول، لعيبه كبيره، لعيبه متميزه جدا. عايز اتكلم ده يعني بالنسبه للامور اللي انا كنت طالع اتكلم فيها بالنسبه لكهرباء والنادي الاهلي. نادي سموحه كالعاده كابتن طارق العشري بيلعب دايما رد فعل، بيلعب دفاع منطقه زون مكان، وبيلعب دفاع في نص الملعب ميديم بلوك، وبيلعب على الهجمات المرتده والكاونتر اتاك، بيلعب خمسه في نص الملعب، وبيعتمد على حسام حسن ان هو لعيب سريع ولعيب قوي جدا. حسام حسن لعيب كبير قوي بصراحه، بس مش واكل مع النادي الاهلي، شكله مش شكل التيشيرت الاحمر مع النادي الاهلي، هو لعيب كويس جدا بس خارج النادي الاهلي، مع سموحه هيكسر الدنيا، مع سيراميكا، مع انبي، مع مع مع. اما النادي الاهلي نادي كبير، محتاج لعيب عندها يعني منتاليتي كويس وكواليتي من نوعيه ثانيه خالص، ازاي يستحمل الضغط. اللعيبه كلها كويسه، بس هل اللعيب ده تحت الضغط بيقدم نفس الاداء وهو بيلعب وهو فاكك وهو فريق؟ لا طبعا. فدايما لعيبه النادي الاهلي بتاخد عشرينات وثلاثينات واربعينات، ليه؟ عليه ضغط جماهيري، عليه ضغط نفسي، عليه ضغط بطولات، مطالب دايما بالفوز. فدايما لعيبه الاهلي والزمالك دايما بياخدوا الارقام دي. عايز كمان اتكلم بالنسبه لمباراه الزمالك
ونادي بيراميدز بصراحه. باتشيكو يا جماعه مدرب كبير، مدرسه برتغاليه، راجل عنده 60 سنه 62 سنه، حافظ يعني ايه كره قدم، بيلعب بشكل متميز جدا. ازاي وانا 10 لعيبه ازاي ادافع وهاجم بنفس الكفاءه بنفس التوازن، كاني ما عنديش لعيب اتصاب. ازاي عمل التغييرات، عنده لعيب في نص الملعب توري ده بيكلم الكوره، لعيب قرد جدا، لعيب متميز جدا بلغه الكوره، حريف سريع بصير، مسمار في نص الملعب، بصراحه لعيب كبير جدا. فيريرا ايه اللي ما خلوش يكسب؟ ان هو مش جريء، ما عندوش الجراءه. انا النهارده كابتن بلعب ليه في ثلاثه في نص الملعب، الثلاثه شبه بعض، ما فيش غير امام عاشور اللي مميز سنه، بس ليه العب بثلاثه ديفندر؟ ما العب باثنين فراوده والعب تحتهم اثنين واقلب الطريقه الاربعه اربعه اثنين. الف به كوره كابتن، الف به. بلاعب سيف الجزيره، العب جنبه سامسون، اخبط اخلي سامسون ده يبان، اخلي لعيب انا جايبه برقم وقدره وجايب 28 جون مع فرقته اديله، العبه فرود، العب باثنين فراوده والعب باثنين هافات طايرين او اثنين وينجر طايرين وقدام ووراه الاثنين الباكات، بلعب سته في نص، بلعب سته في الخط الامامي، وعندي اثنين ديفندرات في نص الملعب، واحد ثابت واحد بيزيد، اطلع هاجم، انا بلعب ناقص واحد بالنسبه لبيراميدز، اطلع هاجم اطلع اضغط واطلع اخلص واطلع اخلص، ليه اوصله معايا لوقت اضافي وليه اوصله معايا لركلات ترجيح؟ عارفين ان احمد الشناوي جون كبير قوي في ركلات الترجيح. كمان عايز اتكلم على زيزو، ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا عم ما احنا بنلعبها بلدي، انت لعيب كبير وكل حاجه بس العبها بلدي يا عم، حط وش رجلك في اي زاويه، لو ضاعت هنقول لك يا عم غصب عنك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ بنينكا ايه وتخبيط ايه وشغل كنافه ايه؟ انا قال لي انا والله العظيم لو رئيس نادي اخصم منك مليون جنيه، 2 مليون جنيه كمان، انت بتاخد لك 30 مليون جنيه عشان تضيع لي بطوله زي دي ثالث بطوله النادي الزمالك يضيعها في شهرين، بطوله السوبر السعودي، السوبر مصر السعودي، ولا بطوله الكاس السوبر السعودي اللي كانت في لوسيل في قطر، كاس السوبر من النادي الاهلي النهارده بتطلعني من الكاس، ثلاث بطولات سهلين جدا. اصعب ماتش كان قدام النادي الاهلي، ماشي الغريم التقليدي والمنافس، بس اللي انت بتعمله ده كده تاليف، يعني المفروض يفوق والمفروض يبطل كبر، يتعامل مع كابتن اسماعيل يوسف، ده مدرب كبير جدا، مدرب كبير وكان لعيب كوره كبير وكان بيلعب كاس عالم، المفروض بقى اشغل دماغي، المفروض استثمر الراجل ده في فنياته، انا النهارده داخل على ال 80 الذاكره مش مساعده، اعتمد على المدرب العام، اعتمد على المدرب المساعد، اشياء يا عم ده لو اصغر واحد في الجهاز المفروض اخد رايه، وفي الاخر ماشي انت كلامك، ايه المشكله؟ بصراحه متعجرف جدا، فيريرا هو سبب رئيسي في ضياع كاس مصر من نادي الزمالك، او بالاحرى في مباراه اللي قبل النهائي. بيراميدز بصراحه فريق متميز جدا، بصراحه بيراميدز كاسكواد وجهه نظري عن المتواضعه افضل بكتير اهلي وزمالك، يعني بيراميدز كاسكواد افضل بكتير بكتير من اهلي ومن الزمالك، بصراحه لعيبه كويسه، رمضان صبحي على شناوي على اسامه جلال على احمد سامي، منتخب انت بتتكلم على علي جبر منتخب مصر، يعني احمد فتحي يمينه ومحمد حمدي شمال، لا 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 بص فرقه مكتمله في جميع الخطوط، فريق متميز وفريق من وجهه نظر فريق كبير جدا، فريق عنده بصراحه لعيبه تبارك الله، عبد الله السعيد ما شاء الله، فخري لقاي، فخر الدين بن يوسف، اسلام عيسى، اعد مين ولا مين اللي احتاط احسن من الاساسي، احمد فتحي راجع بيموت نفسه، لعيب كبير قوي، عامل تقل 39 سنه ومكسر الدنيا بصراحه مع بيراميدز، لعب مباراه بصراحه للعمر لاحمد فتحي. فانا شايف بصراحه فيريرا هو السبب الرئيسي، زي ما بيقول كولر السبب الرئيسي في فوز النادي الاهلي، فيريرا السبب الرئيسي في خساره نادي الزمالك. ويعني يا زيزو يا عم ارحمنا، يا عم ارحمنا، ما تتدنجلش على الكوره تقعد تتنطط كده، اخلص حط وش رجلك او بطن رجلك بما يرضي الله بقوه، وزي ما تيجي بقى ده توفيق ربنا، اما تعمل لي مانينكا ولعبها يعني حسره يا عم، ما بتتلعبش كده والله، اقسم بالله ما بتتلعب كده، تشيبي اصلا ما بتلعبش كده، وصدرك مفروض لفوق الكرة اصلا مع اليتش، وحاجه مرار يا عم، الله يرحم الله يرضى عليك ارحمنا، يعني مش يعني جماهير نادي الزمالك بتغلي بتغلي، وخاصه بعد فوز النادي الاهلي فبقى في حسره اكتر واكتر بالنسبه لجماهير نادي الزمالك. مستشار مرتضى منصور طلع وقال احنا بندي الثقه لفريرا، نكمل معانا لغايه نهايه العقد بتاعك وهنجدد لك كمان، بس يعني خلي المدربين تشارك معاك، يعني انا النهارده حاط معاك جهاز فني، مش حاطه يعني جاي مع العفش، لا ليه دور، لا بياخد الناس دي بتاخد فلوس، وكل الناس بتقبض الا مستشار مرتضى منصور وعياله تمام والجماهير دول ما بيقبضوش، فيريرا على جميع اللعيبه على 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 ماسك اوضه اللبس، على الفني، على الاداري، على الكلام ده كله، حتى اللي بيلم الكور بيقبض الا الاثنين دول والجماهير، الا مستشار مرتضى منصور والاداره والجماهير هي اللي ما بتقبضش، كله بيقبض يا جماعه، المفروض اللعيبه تحس على دمها بالنسبه جمهور نادي الزمالك ده بصراحه الله يكون في عونه. بالنسبه للنادي الاهلي حدث ولا حرج، تبارك الله لعيبه كبيره قوي مركزين قوي، كولر ذكر زي ما بيقولوا بلغه الكوره مدرب ذكر،
عارف يلم الفرقه، الكبير كبير والصغير صغير. كابتن سعد حافظ قاعد على الدكه عامل اتزان، مفيش لعيب يقوم، عاملين توازن. النادي الاهلي اداره، منظومه ناجحه جدا، المنظومه متميزه. انا راجل بصراحه بقى يعني بتشرف ان حاجه عندنا حاجه اسمها اداره النادي الاهلي. كابتن بيبو كبير قوي وتقيل قوي ودماغ، وحاجه بصراحه يعني الناس تتعلم منها. يعني ليه حق يكون اسطوره كاداره، اسطوره كلاعب كوره، اسطوره كاب للعيبه، اسطوره كقدوه، ان لاعب وراجل فني وراجل رئيس نادي بالادب وبالاحترام وبالثقافه وبالتقل. ده بصراحه حاجه كادر مميز جدا عندنا في مصر. وكابتن محمود الخطيب كل التوفيق للانديه المصريه. انا واحد بحلم بقول اتمنى من ربنا ان الدوري المصري يبقى عندنا لعيبه محترفين جامدين قوي، ننافس الدوري السعودي، الدوري الاماراتي، الدوري، نجيب لعيبه جامده تعلي من فرقتنا، تعلي من المنتخب بتاعنا. هو قال النهارده منتخب السعوديه كسب الارجنتين، وكسب ما السعوديه دي كانت بتتلعب قدام اي فرقه بتشيل 8 و9 و10 في كاس عالم. ليه؟ لان الدوري السعودي بقى له 5 6 سنين بيجيب لعيبه كبيره قوي من اوروبا، اللعيبه الكبيره بتعمل احتكاكات مع اللعيبه العرب بتوعتنا السعوديين، بيبدا اللعيب غصب عنه المينتاليتي تختلف، طريقه اكله، طريقه شربه، طريقه تفكيره في الملعب بالتدريج لوحدك من غير ما تاخد بالك بتزيد فنيا، بتزيد لما بتتعامل مع حد اعلى منك في شغلك، مع الوقت بتتعلم منه فبتزيد، وهكذا 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 وهكذا. فالطبيعي الاحتكاكات دي اللي بتعليك. انا النهارده لما اجيب لعيبه كبيره في الدوري المصري، لعيب افريقي كويس جنبه، لعيب مصري الى حد ما مقبول، مع الوقت ومع التحركات ومع الاستمرار هيكسر الدنيا. سبب فوقان عماد متعب 5 6 7 سنين كان بيلعب جنب فلافيو، فلافيو كان بيكلم الكرة، كان جامد جدا في تحركاته، كان فلافيو في تحركاته عبقري، زود من عماد متعب، متعب زود من فلافيو، بيعمل زي ما بيقولوا ايه يعني امور متميزه جدا بالنسبه لامور الفنيه. فانت بتزيد من غير ما بتاخد بالك مع الاحتكاك، مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه وفي الخامسه، بتلاقي نفسك خلاص بقيت وصلت للمستوى اللي اللعيب ده جاي يضيفه لك، بان انت في تقارب معاه. عايز بقى اتكلم بالنسبه للاخبار اللي دايره الشارع المصري. بيرسي تاو نادي سان داونز بيقدم عرض رسمي للنادي الاهلي ياخد اللعيب 6 شهور اعاره بنيه الشراء. النادي الاهلي لسه بيدرس الموضوع. فخري كمان جاي له عرض من نادي سيراميكا 6 شهور على سبيل الاعاره بنيه الشراء. دي بعض الامور. كمان عايز اتكلم بالنسبه لنادي الزمالك، خلاص فتوح واحمد وعبد الله جمعه اتخذت عينه، بالنسبه للمنشطات اتخذت عينه منهم، وان شاء الله العينه تطلع سلبيه واللعيبه ان شاء الله الموضوع ده يعني ينتهي ويرجعوا يلعبوا مع النادي الزمالك، يلعبوا مع نادي الزمالك. لعيبه كبيره جدا، نادي الزمالك محتاجهم جدا في الناحيه الشمال. عبد الشافي لعيب كبير، شيكابالا لعيب كبير، كلهم لعيبه كبار. اتمنى التوفيق لجميع الانديه المصريه. ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. لو تابعني على اليوتيوب، لو تابعني على الفيسبوك، يا ريت تعمل لايك وشير للفيديو يوصل لاكبر عدد من المتابعين. انا محمد يونس، دمتم في امان الله.